اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده معانا تشكيله من الخضار، وانا بكون حريص على ان التلاجه بيكون فيها في نهايه الاسبوع شويه خضار، من الكوسه، من البتنجان، من الجزر. انا عايزك تعملوهم النهارده بطريقه جديده. هنعمل طاجن تورلي بالدجاج. هنشوف نعمل ازاي صدور دجاج مع تشكيله من الخضار. وانا بتسوق ودايما بشتري الخضروات بتاعتي، لفت نظري نوع من انواع اليقطين اللي هي الكوسه دي، شكلها جميل. اخواننا الشوام بيحشوها، بتتعمل بطرق مختلفه، فانا حابب اخليها تشارك النهارده مع التورلي اللي هي زيها زي الكوسه. سموها طبعا اليقطين. اليقطين في منه الاخضر وفي منه الاصفر اللي احنا عارفينه بنعمله دايما، اللي هو القرع العسلي. هنشوف النهارده طاجن تورلي بمدرسه مختلفه. معانا النهارده الريزوتو، هنعمله بالجبنه الموزاريلا والاعشاب. الريزوتو بيتعمل بالرز المصري او بلسان العصفور اقتصاديا، لان في نوع من انواع الرز بيتعمل ريزوتو سعره غالي جدا، ولكن للامانه والصراحه الرز المصري طعمه احلى بكتير منه. فانا هعمل الرز المصري النهارده ريزوتو مع الموزاريلا والاعشاب، ونشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله، والاكله دي هتعجب الاطفال قوي. اما تشكيله من الفواكه النهارده، والصراحه داخلين على الشتاء وايام الشتاء ما بين الصيف والشتاء، شايف التفاح والموز والعنب، فواكه كتيره في السوق، والمانجا. فانا معايا النهارده عصير كوكتيل على طريقه الخاصه. الفواكه مش هتنضرب في الخلاط، الفواكه هتتقطع زي الفروت سلط، مع عصير برتقال، مع نوع من انواع المكسرات، ممكن يكون عين جمل، ممكن يكون لوز. يا صباح اللوز، عشان اللوز غني جدا باوميجا 3، واحنا محتاجين ندعم ولادنا بالاوميجا 3 عشان ما ينسوش الدروس بتاعتهم. اسمحوا لي اطلع فاصل صغير عشان نحضر للحلقه بتاعتنا، وحلقه مميزه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا تشكيله من الخضار من قلب الثلاجه، ولكن يمكن الحاجه الغريبه معانا النهارده اليقطينة الحلوة دي أو القرعاية دي لطيفة، ولكن للأمانة إيه قصتها؟ وأنا بشتري المشتريات بتاعتي شفتها عند الراجل الفكهاني، فأنا بصراحة ما جاش على بالي إن أنا أجيبها، إلا أنا اتسألت ولقيت حد موقفني من المتابعين والمعجبين ببرنامج أكلة أم اللي بيشوفوه دايماً على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ومن ضمنهم كمان بياع الخضار. قال لي يا شيفنا أنت بتيجي تشتري، ممكن نسألك سؤال؟ قلت له اتفضل. قال لي دي بيستخدموها إزاي؟ تقدر تعملها ايه؟ فممكن قلت له طبعا، شرحت له نظره. قال لي طب رايك تعملها لنا النهارده؟ قلت له هتشوف البرنامج. قال لي والله بتابعك كل يوم الساعه 1. كان واقف طبعا الستات زي امهاتنا واخواتنا، فحضروا اللقاء وقالوا يا شيف لازم نتابعك النهارده عشان نشوف دي بتستخدم ازاي. دي لها استخدامات كتيره، ممكن نحشيها، ممكن نعملها يخنه، ممكن نعملها سلطه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي مع الطاجن التورلي زيها زي الكوسه، لان ده اليقطين دي كوسه كبيره، اخواننا الشوام معروفين بيها، دايما بيعملوها محشي مع رز مع لحمه مفرومه، بتبقى لطيفه وجميله. مقادير التورلي بالدجاج على الشاشه: صدور فراخ، كوسه، بتنجان، ومعانا جزر، ومعانا كرفس، وبقدونس، وشبت، وزبده، وملح، وفلفل، والتوابل اللطيفه، ما ننساش الطماطم وعصير الطماطم. المقادير على الشاشه في متناول الجميع، ولكن الخبره الطهويه والابداع الطهوي عندنا وبس. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي طاجن تورلي. اول خطوه هعملها هاخد اليقطينه دي اقطعها. حلو الكلام كده. الله. ونقطعها نصين. حلوه، تسلم ايدك يا عم الشيف. ايه القلب الابيض ده؟ حلو، هناخد قلبها ده كده نقورها يعني. حلو اهو، نشيله بالراحه كده. القلب ده ممكن يتفرم ويتقطع مكعبات صغيره وتحط مع طبق بيض وتعمل اومليت يبقى لطيف. اختياري ده كله يعني، زي ما انت عايز. نشيل ده كده، نخليهم هنا دول، واقول لك انا هعمل فيها في الاخر. دي ممكن تتحشي الرز مع لحمه مفرومه. برافو عليكي، ما ده اللي انا بقوله دلوقتي، ده يتقطع ويتحط في مع بيض ويتعمل اومليت. خدت بالك اهو، نخلي دي كده على جنب. نفس القصه،
اهو نشيل ده كده. سهل جدا خالص اهو، تمام زي الفل. ده قيمته الغذائيه عاليه جدا، يعالج الامساك، حلوه جدا للقولون، من الخضروات الغنيه بالالياف. حلو الكلام اهو. سعرها والله رخيص جدا على فكره. انا دايما ما بحكمش على الحاجه اذا كان سعرها غالي ولا رخيص، انا بشوف القيمه الغذائيه بتاعتها، ايه المضمون بتاعها، ايه هدفها. يعني ممكن تكون حاجه غاليه جدا وملهاش اي قيمه غذائيه، منظره. طب وليه؟ طب انا اجيب الحاجه زي البتنجان مثلا، مسكين حبيبي ده، حبيب قلبي ده، عشق البتنجان، سواء بتنجان عروس سواء بتنجان رومي، اه في كل حاجه تلاقوه زي الفل. نعم يا غالي، ان شاء الله هوعدك باذن الله. قال لي انت وعدتنا نعمله ايس كريم، انتظروا مني ان شاء الله الاسبوع الجاي. اللي بيتعمل مع الجوز وعين الجمل اللي هو المكدوس، زيه زي الايس كريم على فكره. المكدوس ده لما بيستوي في البرطمان ويطلع مع زيت الزيتون مخلوط بالفلفله الحلوه وعين الجمل، الواحد بياكله كانه بياكل ايس كريم. طيب هناخد اليقطينه دي نحطها كده، محتاجين نقطع ديك شويه عشان تنزل في قلب الطاسه كده، وهناخد دي كمان نحطها كده، بسم الله، وتنزل كده. ايه رايك في الشغل ده؟ حلو قوي. هناخد بقيه الخضار نقطعه، شويه خضار كده حلوين من اللي عندك، بسم الله الرحمن الرحيم. منهم الخضار ومنهم البصل، ومعانا كمان القلب بتاعها ده كده. الله، حلو قوي. بيقولوا لي في الكنترول مش هتعمل لنا حلاوه المولد؟ طبعا باذن الله، عاده ما تتقطع يا رب. الاسبوع الجاي هنعمل حلاوه المولد. كل عام وحضراتكم بخير، كل اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه في انحاء العالم، لان زي ما حضراتكم عارفين طبعا الفضائيه المصريه بتتشاف في كل دول العالم. فرصه من الشاشه العظيمه، بنهنئ كل الدول الاسلاميه والعربيه بالمولد النبوي الشريف، وان شاء الله يكون لنا موعد مع حلاوه المولد بطرق سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. اولهم الفوليه، اللي هي الفول السوداني بتاعنا. هناخد الجزر نقطعه كده، التورلي ده يتقطع حتة صغيره مش كبيره زي ما انا شغال كده. نعم، لا حلاوه المولد السنه دي ماليه السوق باشكال والوان وابهار، ولكن عشان نبقى واضحين مع بعض وفي صراحه، يعني هنقول سعرها غالي، ما بتكلمش عن الغالي والرخيص. انا عايزك تعملي حلاوه المولد في البيت، سهل جدا. وانت راجعه من بره هتجيب لحماتك كيلو حلويات المولد، بس في فرق لما تقول لها انا عامله لك النهارده يا تيتا يا نينا، عامله لك النهارده الفوليه بايدي. انت دايما بتحب الحبهيان وتحب الهيل، دايما بتحب القرفه، فكترت لك القرفه فيها. اه يعني ممكن نعمل حلاوه المولد بالقرفه والحبهان، ممكن. الكلام ده مين بيعمله؟ الشيف المغازي. ده بتنجان عشقي اهو مع الخضار، اللهم صل على النبي. ممكن تعملي حلاوه المولد بالمستكه، اه دي الكلام ده. طبعا مش هتلاقي الكلام ده في المحلات بتاعه الحلويات. هناخد دي الكوسه، دي الكوسه الصغيره بقى، الميني كوسه، هي زيها بالظبط. لو نقطع دي كده مخرجنا الجميل برضه عشان الساده المشاهدين نقرب المسافات شويه لبعضينا، دي حبايه الكوسه الصغيره اهي، نفس القلب بس دي صغيره ودي كبيره اهو، ده القلب بتاعها، نفس القصه تلاقيه السفنج كده اهو، نفس الطريقه. حلو، نقطعها كده وناخد الخضار الحلو ده كده، تشكيله بالخضار اهيت، معانا بصلايه حلوه، البصلايه دي مش هحطها مع الخضار، حلو، معانا صدور فراخ، اللهم صل على النبي. نعم، ممكن يتعمل بلحم ضاني او يتعمل بصدور فراخ زي ما انت حابب يعني. ده صدر الفرخة، تقطع مكعبات صغيرة كده، اللهم صل على النبي. عندك مكعبات لحم ضاني ماشي،
عايزة تعمليه بالكلاوي ماشي زي ما انت حابة. ما شاء الله ده صدر ديك رومي ده ولا صدر فرخ؟ ربنا مبارك. زي الفل. خلي بالك انت برضو مش ملزمه تقلديني في التقطيع، انا عشان راجل شيف ويا ما قطعت صدور فراخ ويا ما مسكت سكينه، فانت ممكن تقطعي الصدر ده على هدوء كده براحتك يعني. حلو الكلام؟ هناخد الفراخ دي مع التوم ده مع الروزماري ده في طاسه على النار بتسخن شديده الحراره. الله. ده روزماري بالشكل ده كده اه. ناخد بعضينا ونروع عند النار. وقفتنا عند النار واحده كده. حلو الكلام؟ اخبار الطاسه ايه؟ زي الفل. شويه زيت زيتون. حلو الكلام؟ مع زيت الزيتون ده بنحط مكعب من الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو؟ الله. وناخد الفراخ مع البصل مع الروزماري مع الثوم، ننزل بهم كده اول حاجه البصل يتقدمهم. حلو. ونعمل ايه يا عم الشيف؟ ونقلب البصلايه الحلوه دي مع الزبده مع الزيت. شفت البصلايه سايحه ازاي؟ دايبه ازاي؟ مع الزبده والزيت. ده الطرلي على طريقتي. حلو. وهي بتتحمر البصلايه كده عايز التوابل الحلوه بتاعتنا، شويه كزبره الله على الريحه اه، شويه قرنفل حلوين مع الفراخ بيدي ريحه حلوه قوي. التوابل دي بتاعتك دايما، ده كتاب مفتوح لك انت. حلو. شويه كمون عشان الكوسه، من الحاجات برضو اللي بيقول لك بتعمل معايا مشاكل مع القولون اهو. راحت البصلايه بشكل تاني، بنزل بالفراخ بتاعتي. الله. تقليبه حلوه وانا واقف كده زي الفل. الناس هتاكل والحبايب هتاكل والجيران والقرايب صدر فرخه. جبت شويه خضار حلوين، عملت طاجن تورلي بشكل مختلف وبمدرسه مختلفه وبطريقه تانيه خالص. دي الفراخ مع البصل. بسم الله ما شاء الله ملت الحله آه. عشان بس لما نقول نعمل اكله ممكن نعملها وتقعد عندنا في الثلاجه يومين ثلاثه لو عدد افراد الاسره يعني قليل. عندك عزومه اكله تشرف على الطاوله على السفره اقصد يعني. حلو الكلام آه. تقليبه كده حلوه. نظبط الملح يا عم الشيف، شويه فلفل يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. معانا تشكيلة الخضار بتاعتنا، هنسقطها في قلب الزيت هنا كده. عينيا اهو. أنا دايما بحب أحمر التورلي في الخضار في الزيت. حلو. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ تسلم إيدك يا طيب. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. بعمل طاجن تورلي بالدجاج بتشكيلة من الخضار بمدرسة مختلفة بطريقة مختلفة، كمان طريقة التقديم نفسها مختلفة. هنطلع فاصل صغير، نصيحة مني اوعى تروحوا بعيد لأن حلقتنا فيها مفاجآت. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. خلونا نقف محطة هنا بسميها دايما محطة الإبداع، وإن احنا نكون نقدر في بدايل. فبيقولوا لي في الفاصل إيه؟ ما احنا ممكن نحشيها لحمة مفرومة وفراخ وبس، ممكن. اللي هي اليقطينة الحلوة دي كده، خلي بالك. نفس الطريقة ممكن نعملها مع اليقطين اللي هو القرع العسلي، الطريقة اللي أنا شغال بيها على فكرة. نفس القصة، بس اليقطين اللي هو القرع العسلي القلب بتاعه ما ينفعش أستخدمه زي قلب اليقطين الأخضر، خلي ده فرق بقى. القلب بتاع اليقطين اللي هو القرع العسلي بتاعنا الحلو ده بيتلعب فيه اللب الابيض ده كده، بيتاخد اللب وبنستخدم الايه؟ اللحم بتاع القرع العسلي. ده الفرق بين الاثنين، ان احنا بنستخدم اللب او اللب بتاع القرع اليقطين الاخضر اسمه اللب، بنستخدمه في الاكلات بتاعتنا زي ما استخدمناه دلوقتي. اما القرع العسلي
لا ده بيتاخد اللب طبعا وبيتصنع وبيتقدم نوع من انواع الايه المكسرات. هنا الفراخ بتاعتنا خلاص جاهزه، تشكيله الخضار الحلوه اللطيفه اهي، منها طبعا قلب القرعية، بص عليها كده مخرجنا، شوف الحلاوه، شوف الجمال، الله الله. اهو هشيل النعناع اللي انا حطيته ده، فاكره قبل ما نطلع الفاصل اهو، ناخده بقى خلاص، خدنا الريحه بتاعته الحلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو تشكيله خضار حلوه، ممكن تحط بسله، ممكن تحط مشروم، اهو شويه بتنجان على جزر على قلب اليقطينه، حاجه حلوه قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد كل الخضره دي كده زي ما هي ونحطها على الفراخ، اللهم صل على النبي، زي ما احنا عملنا كده، ونقلب كل ده. ايه الحلاوه دي؟ شفت بقى الحلاوه؟ اهو ده، شفت الترل ده؟ اهو ده، الله، ايه الحلاوه؟ كبار السن اهلا وسهلا، الاطفال اهلا وسهلا، اكله سريعه الهضم، سريعه المضغ، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، متعدده الوصفات والنكهات، اذا كان جزر او كوسه. اهو الله، سؤال وجيه، ايه الحلاوه دي؟ اقول لك بالخضار ده ممكن بدل ما نقليه في الزيت ندخله الفرن، اه بطريقه صحيه، ولكن انا مع كلمه الطر لنفسها، اذا انا هعمله يبقى لازم يكون فيها اكله فيها شويه دسامه، اذا احنا عايزينه اكله صحيه من ضمن الاكلات اللي بنعملها نقدر ان احنا نشوي الخضار ده. هناخد الخضار ده ننزله كده، الله ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الجمال ده، الله يرضى عليك يا ولدي. عايز اعمل حاجه لطيفه، اسمحوا لي كده، اشيل دي هنا كده واشيل دي هنا كده، شاركوني الراي. هل وناخد شويه خضره هنا كده، الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، زي ما انا شغال كده، ونرجع دي تاني كده، وناخد دي نحطها تاني كده، اتصرفت صح انا؟ حلو قوي. ناخد ده كده، والامر بينكم شورى، حتى في الطبق اللي بناكله عادي. ايه رايك يا حبيبتي، عايزاها سبايسي ولا مش سبايسي؟ عايزه معاها طماطم ولا مش طماطم؟ المشوره حلوه عشان الكل ياكل والكل يتهنى. في نفس الطاسه وجبنا الخلاصه، لبالك، في نفس الطاسه وجبنا الخلاصه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد معلقه زيت صغيره من اللي صوته طالع ده، نحطها هنا كده، الله عليك يا باشا، وناخد فص ثوم حلو، لسه هتشوف، حلو، معلقه زيت من اللي صوته طالع، معانا شويه كرفس حلوين، الله، معانا سنه شبت حلوه، الله، ومعانا شويه عصير طماطم حلوين، امامرين، بسم الله، بس خلاص، ونقلب كل دول مع بعض مع البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل. حلو قوي، يلا بينا، يلا بينا، الله على الحلاوة، الله على الجمال. شفت بقى الموضوع يفرق ازاي؟ هو ده، ده التيست والطعم. كعب زبدة لطيف حلو كده، يلا بينا، وهنغلف ونروق على اليقطينة الحلوة بالخلطة الحلوة دي كده، الله على الريحة الحلوة، دمتي تنزل مع الخضار بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، اهو الله، درجة حرارة الفرن عندي 180، ادخلها الفرن، مطلوب من الفرن هنا ان اليقطينة دي تستوي، وهي مش تاخد وقت كتير في السوى على فكرة، ولازم ما تستويش جامد، بالتفاصيل دي كده، عينيا اهي بره، حلو، ودلع لي والنبي الطاجن ده، الله يرضى عليك، شفت الحلاوه والجمال؟ درجه حراره الفرن عندي 180 يا عم الشيف، هندخلها الفرن
المطلوب من الفرن يساوي لي اليقطين ده. حلو الكلام. عندي كده حبيتين طماطم شيري. الجو ده حلو على فكرة، جو مش مكلف بس فيه شكل، فيه مضمون، فيه برزنتيشن. الحار يا نعم، حاضر ناخد فلفل حار. بتحبوا الحار؟ إني يلا. شفت الحلقة؟ حاجة محرمشة كده. يلا ندخله الفرن مع بعض. يلا بينا. بسم الله الرحمن. اللهم صل على النبي. يلا بينا. ايوه حبيبي. يلا بينا. اللهم صل على النبي. هو ده. نعم يا غالي. لا مفيش اي صوص هنا. ما هي الخضار ده يا عم شفيق مخرج شاطر، قال لي مش هتحط صوص، مش هتحط شوربه. الخضار ده طبيعي لما بيتعرض لدرجه حراره الفرن بالذات. اي الحلقه، ايه الصوره الحلوه، ايه الصوره المبدعه دي؟ باقل تكلفه ممكنه نقدر نعمل ابداع الطهوي داخل الفرن. الابداع الطهوي من الفرن هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع لك حبه اليقطين. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. اهي حلو قوي. تمام. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه، موفره، مش مكلفه، وحضراتكم انتوا اللي هتقولوا مش انا. عملنا الريزوتو بالرز المصري بيتكلم مصري، عملنا طاجن تورلي بالدجاج لطيف وجميل، عملنا كوبايات من الكوكتيل على طريقتي، وانا واثق انك لو هتعمليه احسن مني. يعني انا هدفي في الحلقه بتاعتنا او البرنامج بتاعنا اكله امي، انك انت باقل تكلفه بنفس المشتريات بنفس الحاجات اللي موجوده في المطبخ كل يوم هتعملي طبق جديد مختلف الشكل والطعم، لان معاكي شيف شاطر دمه خفيف بيهزر معاكي بيخرج بره الموضوع وبيأدي الهدف بطريقه لطيفه. رؤية فن ابداع. شوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.